لمزيد من المتابعة والتحليل حول الأداء العالمي الاقتصاد العالمي ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى أهلا بك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري. أولا أهلا وسهلا بحضرتك وبكل المشاهدين، وكل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك بألف خير دكتور مصطفى. دكتور مصطفى، يعني ساعات قليلة وينتهي عام 2022 ويزدى الستار عن هذا العام بكل ما له، عام شهده من تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية وعلى مستوى العالم كله وارتفاع في معدلات التضخم. كيف تتوقع تلك المعدلات في العام القادم 2023 بعد أن يعني استشرف هذا المستقبل صندوق النقد الدولي وقال ربما يكون هناك تحسن ملحوظ في العام القادم؟ طبعا خلينا نقول يا فندم، من بداية عام 2022 طبعا كانت من نتائج للأسف سلاسل الإمداد ومن جراء جائحة كورونا خرجنا بها من العامين السابقين، عام 22 للأسف لحق به ضرر كبير من جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وللأسف الظروف العالمية ما كانتش مواتية للأوضاع الاقتصادية أن يكون الوضع الاقتصادي العالمي في أزهى حالاته، ولكن للأسف كان في أضعف حالاته من جراء جائحة كورونا، وطبعا الإغلاقات الكبيرة للدول، وطبعا للأسف أن في كثير من التأثيرات العالمية، مثال ارتفاع في أسواق البترول والنفط في العالم، سلاسل الإمداد كانت متأثرة تأثر كبير جدا في العالم، ولكن الحرب الروسية الأوكرانية أكملت يعني الصعاب على المجتمع الدولي كله، وده كانت نتيجته ارتفاع كبير جدا في معدلات التضخم. صندوق النقد الدولي يا فندم والمؤسسات العالمية بتغير نظرتها من حين لآخر. آخر التقارير طبعا خلال الفترة الماضية ليس بالدرجة اللي هي مزدهرة في ارتفاع معدلات النمو أو التحسن في يعني مؤشرات التضخم للأسف، وده عشان إذا أراد المجتمع الدولي إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية سوف يكون له من البعد الزمني، يعني هياخد وقت أكتر في السيطرة على التضخم. السيطرة على التضخم أولا لازم يكون في انخفاض في مستويات الفايدة العالمية، وتعلم حضرتك وكل مشاهدينك الكرام أن الفيدرالي الأمريكي وهو أكبر بنك في العالم النهاردة من جراء أنه هو صاحب العملة الدولار في العالم، متوقع في الشهر القادم اللي هو شهر يناير أن يزيد أسعار الفايدة مرة أخرى. كلما زادت أسعار الفايدة في الأسواق العالمية يا فندم هيرتفع معاه طبعا التكلفة الإقراض. طيب دكتور مصطفى، في رأي حضرتك هل هيستتبع ذلك الرفع من الجانب الأمريكي أو من الفيدرالي الأمريكي مزيد من ربما التدابير التي يجب على الدول أن تتخذها بشكل عام، وأيضا القوى العظمى بشكل خاص لاحتواء تلك المعدلات؟ كان لا يجب عليهم أن يدركوا هذا الأمر مسبقا، لأن تعلم حضرتك جيدا أن من تسبب في الأزمة العالمية في مؤشرات التضخم اللي هي ابتدت من جائحة كورونا نبعت من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اللي هو زي ما بيسموه كده بؤرة الحدث أو بؤرة التضخم انطلقت من السوق الأمريكي ثم الأسواق الأخرى. من بداية 2022 اللي هو العام اللي هو هينتهي إن شاء الله خلال ساعات، أمريكا اكتشفت أنها بعد ما طبعت التريليونات من الدولارات أن التضخم انفلت من إيديها، حتى كثير من الخبراء الأمريكان لاموا على الفيدرالي الأمريكي تأخره في ارتفاع أسعار الفايدة أو تحجيم التضخم، وللأسف ده النهاردة بيتخذ من الوقت أطول فترة زمنية من عدم السيطرة. يعني لو هو كانوا قادرين أنهم يسيطروا عليه في 6 شهور النهاردة يحتاجوا على الأقل 2 سنين. ليه؟ لأن عشان يرجع سعر الفايدة تاني في الفيدرالي الأمريكي من 5% لأقل من 1% هياخد برضو مدى زمني كبير. وطبعا تأثيرات العالم النهاردة بتخوفه من الحرب الروسية الأوكرانية، العالم كله بيلجأ للملاذ الآمن، يا إما يلجأ أنه هو يشتري العملات الأمريكية في الأسواق الخارجية، أو أنه هو يشتري السندات الأمريكية أو يشتري الذهب ويبعد عن الاستثمار في أي أصول في العالم. أمريكا يمكن كانت الأزمة هي الفيصل الوحيد دكتور مصطفى في هذا الموضوع، ويعني كما كانت الولايات المتحدة أيضا صاحبة أزمة الرهن العقاري والأزمة العالمية اللي حصلت في 2008 أيضا هي صاحبة هذه الأزمة أيضا على مستوى العالم. بكل تأكيد، يعني أحيي حضرتك أن أنت بتذكر مشاهدينا الكرام أزمة الرهن العقاري ولدت من أن هي عارف حضرتك اللي هو ما بيسميه الانفلات في التداعيات في الرهن العقاري المبالغة
في الرهون العقارية، المبالغة في عدم التقييم الدقيق للأوضاع الاقتصادية العالمية وسببت أزمة للعالم. هذه المبالغة مرة أخرى النهاردة في بعد جائحة كورونا في معدلات التضخم، والنهاردة لو زي ما بنشوف في العالم كله اعتراف التباطؤ الكبير من العلاج من السوق الأمريكي بيمس العالم كله النهاردة، والأضرار اللي فرضت على القيود على روسيا وأوكرانيا في الحرب النهاردة أو العقوبات اللي فرضت على روسيا بكل بساطة تداعياتها على الاقتصاد العالمي صعبة. ليه؟ لأن روسيا النهاردة هي من أكبر منتجي الغاز، فأسعار الغاز ارتفعت فتكلفته ارتفعت، وسوف يشهد المجتمع الأوروبي أصعب شتاء قارس وأصعب تكلفة مالية، وللأسف ده بيكون ليه تأثير كبير جدا على الأسواق، حتى في التصنيع، حتى في حركة النقل العالمي، حتى في وسائل التأمين أو وسائل الحفاظ على الحماية المجتمعية. وأكيد ده حضراتكم بترصدوه جيدا. أنا بتمنى أن صوت العالم العربي يصل إلى المجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي أن إيقاف نزيف الحروب دي. كيف يصل هذا الصوت العربي للمؤسسات والمنظمات والمجتمع الدولي دكتور مصطفى؟ بكل تأكيد خلينا نقول أن فخامة الرئيس في أكثر من اجتماع، سواء الاجتماع الصيني العربي في السعودية خلال الشهر الماضي، تحدث أن يجب أن يكون في حل جذري ويكون في تغير في المجتمع الدولي ويكون أكثر إنصافا وعدلا. بالأمس القريب برضو الشهر الحالي كان في اجتماع إفريقيا أمريكا، وتحدث الرئيس عن طريق صوت إفريقيا صوت العرب أن يجب على الولايات المتحدة أن تكون مساندة للأوضاع الاقتصادية العالمية وأن تطرق الصراع بأن تكون لها من الدبلوماسية. ما ننساش إن بنخلق حروب وللأسف نتائجها بتكون مضرة على الشعوب في العالم كله، آخرها أفغانستان بالطبع. وحضراتكم تعلموا جيدا هذا الأمر. تفضل. كل الشكر والتقدير لك دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، وكما كانت مصر سباقة ورائدة في حمل قضايا العالم سواء في القضايا الاقتصادية أو حتى قضايا تغير المناخ، بالطبع سيكون لها أيضا صدى وصوت قوي داخل المنظمات الدولية. شكرا جزيلا ضيفي الكريم على هذه المداخلة.